يسكنني ويحكمني، يحكمني ويسكنني، يسكنني ويحكمني. ايه اللي ابتزال ده؟ يا ابني ابتزال ايه؟ بس اوعى، مش ممكن. يزيد عامل مسرحيه خرافه خرافه، مش هتتخيل اسمها ايه. صراصير البلعات يا ابن اللذين، عرفت منين؟ هو بيعمل غيرها دي، 9 سنة تتعرض. لا بس بقول لك ايه، المره دي حاجه تانية، مركب افيهات كده، صريخ ضحك، صريخ. لا هو يزيد ما شاء الله عسل، بيقدم كوميديا راقيه كده. انا بعتبر يزيد ده امتداد للخليل كوميدي الله يرحمه. يا زمن الفن الجميل. بس الخليل كوميدي مش بني ادم اصلا، حاجه يعني فوق مش ممكن. هذا ما يجيش برغوطه في باطه. بس بقول لك ايه، بعيدا عن الكوميديا، لا في عمق، المسرحيه تقيله، بتقول حاجه كده من بين السطور مش اي حد يلقطها. ليه ايه بقى؟ يعني مثلا من ضمن الرسائل الكتير قوي في المسرحيه دي ان الستات ولاد جزمه. دي فعلا مش اي حد يفهمها، مش اي حد يلقطها خالص. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ده طبق. جبته منين؟ مين؟ الطبق. ماله؟ جبته منين؟ امتى؟ انت بتلخبطني، يلا بتلخبطني. جبت منين الطبق ده؟ الطبق جبته منين يعني؟ الطبق جبته منين؟ ده جبته من سلطان. اهدى سلطان، اهدى. ايه ده؟ ايه انا ايه كنا ايه بنقول ايه كنا؟ كنت بقول لك ان انا عايز استلف الجزمه البني بتاعتك اللي فوق عشان جزمتي اتفتحت من هنا. لا انت كذاب، انت بتستغل ان انا بنسى. انا فاكر كويس كنا بنتكلم في ايه. كنا بنقول ان المسرحيه صريخ ضحك فشيخه. اثبتوا بقى مش هنقعد ناخد السيلفي في ساعتين زي كل مره. كرميتي نزلي شعرك شويه عشان ما تجيش تقولي لي قرتي كبيره قوي. يا ابني انا تعبت، يخرب بيت السيلفي. ايه في بقك يا دادا؟ يخرب بيت دي شوره. خلصت. الله حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. لا مش حلوه ولا حاجه، انا مغمضه عشان متبربشه. يا كرمه قلت لك ما تبربشيش. ماليش دعوه، نعيدها تاني. حاضر. سيلفي. انا ماليش في السيلفي. خلصت. لا مش حلوه. ايه يا محبوب، انت مطلعني تخينه في الصوره ليه؟ عشان السيلفي بتخن 10 كيلو يا مامون. كان انت طالع رفيع في الصوره. عشان انا اللي رسمها. لا نعيدها تاني وهشفي بطني. سيلفي. خلصت؟ اخيرا. ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ مين ده؟ الحق. بتناديني تاني ليه؟ انا حوله ولا ايه؟ يا نهار اسود، مين؟ انا النقيب يزيد ابو اليزيد من مباحث قفش الستات. طبوا جايين عايزين ايه؟ جايين نقبض عليكي انت والوليه الحيزبونه اللي معاكي، لانكم جنس ملوش اي لازمه، انما الرجاله هم اساس الكون، هم اساس الحضارات. هتيجي معايا بالذوق ولا استخدم العافيه واديكي قلم بقوه 99,000 سلطان. الله يا جماعه، ما قلت له حاجه، ده الكلام ده من وحي خيال الفنان. لا والنبي. انتوا جنس لازم يتحرق يتولع فيه، لانكم مالكوش اي لازمه، كدابين. الستات ما بيعملوش كده. يا كلب القائد، يا كومبارس المعسكر، يا فهم. كل سنه وانت طيبه يا كرمه يا بنتي. خير يا حاج، ايه اللي جايبك؟ عيب يا كارما، ما يصحش كده، الراجل في بيتنا. كل ذوق والله يا دادا. الحقيقه انا ما عجبنيش الا الشديد القوي. ما تنجز بقى يا حاج وبلاش كهن، عشان الكهن ليه ناسه واحنا اساسه. كهن؟ ماشي. الحقيقه يا جماعه الحاجه اليومين دول اعصابها تعبانه جدا. ايوه دي حقيقه. المسكينه دخلت تاخد البابل باث بتاعها. مين؟ البابل باث حضرتك، شاور عشان تركلس مش اكتر. وهي خارجه
اتزحلقت من البانيو وقعت على دماغها في وش المرايح. قامت فرشة السنان دخلت في مناخيره شرمتها نصين وقع على ظهره. أنا كنت في المطبخ بعمل لاتيه بالقرفة، أنا سمعت الهبدة من هنا، قلبي والمج وقعوا في رجليا اتكسروا. لقيت واقع في الأرض وغرقان في دمه والدم مالي الأرض. شفتها وشطفتها وشلتها وأول ما فتحت عينيها ما قالتش غير كلمة واحدة، هاتولي كارما هاتولي سلطان هاتولي كارما. يا حبيبتي يا حاجة يا حبيبتي، أه ده دمعتي رهيبة والله العظيم مش قادر. كارما احنا لازم نحقق لها أمنيتها الأخيرة صح؟ أيوة طبعا. وإحنا مالنا إحنا؟ عاوزين نضرب معاكي مشوار لحد الهرم عشان نلفحولك على كتافنا. هي دي الرجولة يا سلطان؟ هتسيب ست كبيرة تروح من معسكرنا مكسورة الخاطر؟ ما تولع بجاز. جاز؟ ايه القسوة دي؟ بلاش هي، الحج. هتسيب راجل كبير يا سلطان يموت على سريره في عهدك؟ يا شماتة معسكر البنات فينا. اه يا دي الشماتة فيكو. اوه طب اقول لك ايه؟ روح اسبقي انت واحنا شوية كده ونيجي نحصلك نشوف جوزك البقف ده. بس ما تتأخروش، شايف كرم الأخلاق. انجزي بدل ما غير رأيي دلوقتي حالا. بلاش بقى راغي النسوان ده، الراجل وافق. أنا كان قصدي الحقيقة يا جماعة أنا كنت عارف إنها مش هطول عليكم. على العموم أنا هقوم دلوقتي بس أرجوكم ما تتأخروش. أستأذنك عشان بس بتمطر برا. يا حاج، حاجة هم راحوا فين؟ بقول لك يا نوح، أنا قلبي مش مستريح. أنا شاكك إن الولاية اللي رشانة دي عاملة نمرة مع النسوان علينا. أو يكونوا عاملين فينا مقلب؟ أنا من ساعة ما شفت الحاج ده وأنا شاكك إنه حفيد رامز جلال. حاجة يا حاجة. إيه ده؟ أنت إيه يا بنت اللي جابك هنا؟ صباح ده لو اتمد في وشي تاني هقطعهولك. كارما إزاي الخنجر؟ ايوه اسمعي كلام الدبدوب بتاعك بدل ما اعمل الخرم تالت في مناخيرك.